الملفات التي ستعزز العلاقات المصرية السعودية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من جدة الدكتور وحيد هاشم، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك بن عبد العزيز. أبدأ معك دكتور بهذه الجولة بالكامل التي بدأت بالإمارات ثم البحرين والآن القاهرة، كيف تتابعها وأهم الملفات التي تم التطرق إليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين. أهلا بك. طبعا الكثير من أساس العلوم السياسية ومحلين السياسة الخارجية والسياسات الداخلية يتابعون هذه الجولة باهتمام شديد، نظرا لأن هذه الزيارة إلى دولة مصر الشقيقة تعكس بوضوح عمق الشراكة الاستراتيجية بين المملكة ودولة مصر الشقيقة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والحضارية، بل وحتى على مستوى المستوى الشعبي. فهناك تقارب كبير بين الدولتين وبين الشعبين، وهناك هموم مشتركة ومخاطر مشتركة، وبالتالي لابد أن يكون هناك مصالح متبادلة لدرء هذه المخاطر ومواجهتها، وخصوصا المستجدات التي تتبخر عنها. طبعا من أخطر الملفات حاليا التي لابد أن يتطرق لها كل من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الملفات العربية، سواء كان هذا الملف على مستوى الخلاف الدول الأربع مع قطر، أو الملف اليمني، أو الملف في سوريا، أو الملف الإيراني وهو من أخطر الملفات في المنطقة. طبعا حزب الله، مخاطر التطرف والإرهاب الذي طبعا يلوح دائما كالسيف في أفق كل علاقات عربية وخصوصا على مستوى الشعوب العربية. هذه الملفات طبعا تتطلب جهد ومثابرة وبالطبع إرادة سياسية قوية فاعلة ورشيدة من قبل الزعيمين لكي يتم توحيد الجهود والسياسات ووضع كل الإمكانيات المتاحة للتغلب على هذه المستجدات والمخاطر، وطبعا هدف تحقيق الأمن والسلام والاستقرار للمنطقة بصفة عامة وللدولتين.